أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم مشاهدينا، ونعتذر عن هذا التأخير البسيط. هذه النشرة المسائية نقدمها لكم من تلفزيون جمهورية جيبوتي، وإليكم أبرز العناوين. فخامة رئيس الجمهورية يرعى حفل إطلاق أعمال بناء 1000 وحدة سكنية جديدة في حي نصيب، ودوليا مأساة المهاجرين المستمرة في سواحل ليبيا. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها مشاهدينا، وسينضم معنا من نقطة 23 الزميل مجدي المقبلي. أهلا بك مجدي لبث هذه النشرة المسائية مع الزميل مجدي المقبلي. سيدتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. نحن نتواجد حاليا في نقطة كيلو 23، حيث سيقوم فخامة رئيس الجمهورية السيد اسماعيل مرجلي بتدشين المنطقة الحرة التجارية الدولية يوم غد الخميس. هذه النشرة الإخبارية الخاصة تتعلق حول هذا الموضوع، حيث سننقل لكم هذه الأخبار بجميع اللغات على الهواء مباشرة. هذا ووضع فخامة رئيس الجمهورية السيد اسماعيل مرجلي حجر الأساس لمجمع سكني يضم 1000 سكن في نقطة كيلو 12، وذلك لصالح مؤسسة الحق للجميع في الحصول على السكن. وكان في استقبال فخامة رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى الموقع صباح هذا اليوم دولة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد، ووزير الإسكان والتعمير والبيئة، وشخصيات رفيعة المستوى من المدنيين والعسكريين. لنتابع سويا هذا التقرير. رعى فخامة رئيس الجمهورية السيد اسماعيل مرجلي اليوم الأربعاء حفلا لإطلاق أعمال بناء 1000 وحدة سكنية جديدة في حي النسيب لصالح المواطنين ذوي الدخل المحدود. هذا وتم تمويل هذا المشروع الرئيسي من قبل شركة سينية عملاقة متخصصة لبناء البنيات التحتية. وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى موقع الحفلة من قبل رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد، ووزير الإسكان والتعمير والبيئة، وممثلين من هذه الشركة. ويهدف هذا المشروع إلى الحصول على السكن الملائم للأسر الجيبوتية ذات الدخل المحدود. ويندرج هذا المشروع في إطار الخطوط العريضة التي تتماشى لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد اسماعيل مرجلي الرامية إلى تلبية متطلبات الجيبوتيين للحصول على السكن الملائم. هذا وقد تعهد فخامة رئيس الجمهورية بتوفير السكن المناسب للعائلات المتواضعة وتحسين ظروفهم المعيشية. هذا وقام رئيس الجمهورية إلى جانب مسؤولي الشركة الصينية والأطراف المعنية في هذا المشروع بوضع حجر الأساس لإطلاق مشروع بناء 1000 وحدة سكنية. وفي مداخلة اللواء أوضح فخامة رئيس الجمهورية إلى الأهمية التي يعكسها هذا المشروع بالنسبة للعائلات ذوي الدخل المحدود والشباب
الحاصلين على العمل مؤخرا. وفي مداخلة له بهذه المناسبة أشار رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجيلي إلى أن هذا المشروع يأتي تزامنا مع الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة ومعرفة، ومع الأشخاص الذين لديهم الوسائل المادية لبناء هذا المشروع السكني تلبية لاحتياجات العائلات ذوي الدخل المحدود. وتعد هذه المبادرة واجبا ولفتة إنسانية تهدف إلى مكافحة الفقر، وأن هذا المشروع أخذ حجما كبيرا، واليوم نقوم بوضع حجر الأساس تكملة للمشاريع السابقة وتحت إشراف مؤسسة حق السكن للجميع. قام دولة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد صباح هذا اليوم بافتتاح المعرض التجاري والذي سيتبعه المنتدى الاقتصادي المتعلق بالعرض بالفرص المتاحة في جيبوتي بصفة واحة للتجارة ومركز للأعمال والاتصالات. وقد أطلق هذا المنتدى تحت الشعار جيبوتي أفريكا إيكونومي فوروم، أي المنتدى الإفريقي الجيبوتي الاقتصادي. دولة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد صباح اليوم بافتتاح المعرض التجاري والذي تتبعه منتدى اقتصادي يتعلق بالعرض الاستثمارية الذي يمكن لجيبوتي أن تقدمها بفضل موقعها الاستراتيجي كرمز للأعمال والمحور للخدمات اللوجستية والاتصالات. وحضر الحفل الافتتاحي لهذا المعرض إلى جانب رئيس الوزراء العديد من الأعضاء الحكومة ورئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة السيدة أبو بكر عمر حدي. وتم الافتتاح لهذا المعرض تحت شعار أطلق باللغة الإنجليزية منتدى جيبوتي الاقتصادي الإفريقي والمعرض الدولي. وقام رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد بزيارة المختلف المعدات التي أقامتها الشركات العاملة في البلاد، من بينها شركات الصينية والأجنبية التي تنوي الاستقرار في منطقة الحرة ومنطقة التجارة الحرة الدولي في جيبوتي. ومن المقرر أن يقوم فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي يوم الغد بافتتاح رمسيا أكبر منطقة الحرة في إفريقيا والتي تبلغ مساحتها 48 كيلومتر مربع، وأن تدشن منطقة الحرة الدولية في جيبوتي والمنتدى الاقتصادي الدولي والدولي والمقرر في 5 حتى 7 من يوليو 2018 في جيبوتي. وسيسجل في إدارة شركة الاستراتيجية القائمة مع الصين، مما يعزز وضعنا للتجارة وتبادل في شرق إفريقيا للصين ومؤسساتها. وفي مداخلة لدولة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد أوضح أدلى بتصريح الوسائل الإعلام أوضح فيه على الأهمية التي يعكسها هذا المشروع بالنسبة لجمهورية جيبوتي. Nous avons déjà le chef de l'État lui-même avait déclaré que notre pays est un pays qui est ouvert sur le monde. وفي مقابلة أجراها تلفزيون الوطني أوضح دولة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد أهمية التي يعكسها هذا الحدث الهام في أعين البلدان الصناعية والناشئة الذين يبحثون أولا عن دفاع أو حماية مصالحهم الاقتصادية. وأضاف رئيس الوزراء أن جمهورية جيبوتي اكتسبت بعدا جديدا على مستوى الدولي بفضل موقعها الجيوستراتيجي في القرن الإفريقي وعلى مدخل خليج العدن، حيث تعبر كميات كبيرة من التجار العالمية لا سيما النفط. وأضاف قائلا وبفضل السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية تمكن من تنويع شركائنا والربح منها، حيث تقع بلادنا على أكبر ممر للعبور الملاحي وأحد ممرات التي يعبرها العالم، وتشكل بلادنا ممر رئيسيا ونقطة اتصال بين آسيا وإفريقيا وأسواق الأوروبية. وذكر رئيس الوزراء رؤية جمهورية جيبوتي 2035 التي تبناها فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجيلي. أبرمت جيبوتي والصين اتفاقية في 24 مارس 2015 لبناء المنطقة الحرة الدولية في إفريقيا، وذلك بحضور رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي شخصيا. ومثل الحكومة في هذه المناسبة رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة السيد أبو بكر عمر حدي والنائب رئيس المجموعة الصينية القابضة هو جانغ يوا. المزيد مع الزميلة حواء محمد يوسف.
يتمتع القرن الإفريقي بموارد بشرية وطبيعية هائلة، وأن شبه جزيرة شرق إفريقيا مليئة بالعديد من الثروات الطبيعية مثل النفط والمعادن النفيسة. أدت زيادة التجارة في إفريقيا حول العالم وذلك إلى زيادة فرص الاستثمارات في جيبوتي. وكان القرن الإفريقي دائما ملتقى طرق للتبادل الثقافي والتجاري خاصة بين إفريقيا وآسيا وشبه الجزيرة العربية وأوروبا. واشتدت التجارة مع الدول العربية في القرن السابع مع ظهور الإسلام، وأن هذه الفرص تعتبر بداية لنشأة. في التاريخ 24 من مارس عام 2015 وقعت جمهورية جيبوتي والصين اتفاقية لبناء ما أصبح اليوم أكبر منطقة تجارية حرة في إفريقيا، المنطقة الحرة الدولية في جيبوتي. وبفضل هذا المشروع سوف تتخذ جيبوتي خطوة إلى الأمام في سعيها لتصبح مركزا لوجستيا وإقليميا في إفريقيا. وهذه من ضمن رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي لتوقيع على هذه الاتفاقية. إن هذه الاتفاقية ضمت العديد من المشاريع الأخرى من قبل رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة السيد أبو بكر عمر حدي وممثل شركة تشينا مارشانت هولدينغ. وفي هذه المناسبة لكلمة رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة السيد أبو بكر حدي، تم إطلاق هذا المشروع على نطاق واسع من قبل فخامة رئيس الجمهورية في 16 من يناير عام 2017، إضافة إلى جانب نائب رئيس مجموعة التجارية الصينية. وبهذه المناسبة حضر عديد من أعضاء الحكومة والبرلمانيين ووفود عدة من الدول مثل أذربيجان وجنوب إفريقيا. وتم إطلاق هذه المناسبة بوضع حجر الأساس. يتم توفير 4800 هكتار لجميع مراحل هذا المشروع العملاق بتكلفة إجمالية تبلغ 3.5 مليارات. ومن المتوقع حصول 15 وظيفة من المنشآت والشركات الكبرى في المنطقة الحرة الدولية في جيبوتي. سيبدأ أو يأخذ إلى جمهورية جيبوتي ركيزة إقليمية اقتصادية، وهي أيضا فرصة للمشاركة للمدى الطويل في جمهورية جيبوتي من خلال إنتاج مشاريع تنموية. Aujourd'hui, cet événement marque une autre étape dans le développement de Djibouti, le début de la construction de la zone franche. إن من الدواعي السرور والبهجة أن أشارك في حفل إطلاق أعمال بناء منطقة التجارة الحرة في نقطة كيلو 23 برعاية فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي. يأتي وضع الحجر الأساسي لهذا المشروع بعد نحو أسبوع فقط من تدشين خط سكك الحديد الجديد الذي يربط جيبوتي العاصمة بأديس أبابا، وسيكون للمشروعين أثرا إيجابيا على مسيرة التحول الاقتصادي في جمهورية جيبوتي. وستعمل سلطة الموانئ والمناطق الحرة على تدوير البنية التحتية اللازمة لذلك. ولا بد من تأكيد إلى أن الشركتين الصينيتين اللتان تقومان بإنجاز هذا المشروع تتمتعان بخبرة كبيرة في مجال البحري. وأود هنا أن أؤكد لرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي أن إنجاز هذا المشروع سيتم وفقا لجدول الزمن المحدد. ونتشرف أيضا في هذا اليوم بأن يشارك معنا في هذا الحفل وفد رفيع المستوى من سلطة ميناء باكو في أذربيجان، ووفد آخر من توغو، وثالث من جمهورية جنوب إفريقيا. وقد وصلوا جميعا لحضور هذا الحدث الوطني الكبير
أن تشييد هذه الحفل سيتم وفقا للمعايير الدولية، مما يجعلنا مركزا عالميا للتجارة الحرة. تعتبر المنطقة الحرة الدولية في جيبوتي جزءا من المشاريع التنموية الرئيسية التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية. C'est un plaisir particulier pour moi que d'engager ici aujourd'hui la mise en œuvre de la zone franche internationale de Djibouti. Ce projet d'envergure se veut transformateur pour notre économie et plus largement pour notre pays. إنها فرحة عارمة بالنسبة لي اليوم للقيام بوضع حجر الأساس للمنطقة الحرة الدولية في جيبوتي. أن هذا المشروع الضخم سيغير اقتصادنا بشكل واسع ويمد المشروع أكثر من 4800 هكتار ويضمح في تعزيز الصناعة في البلاد والاقتصاد في منطقتنا. ولهذا السبب نعتزم احتضان بداية شهر أكتوبر القادم المصنع الأول على مساحة 240 هكتار، وذلك لخلق حوالي 15,000 فرصة عمل. هذا وأن طموحنا كبير للغاية، وعلينا انتهاز الفرصة المتاحة لنا بكل ترحيب، حيث لدينا جميع المزايا لنجعل جيبوتي موقعا أساسيا للتجارة الإقليمية. وفي هذا السبب إن استراتيجيتنا الاقتصادية تتركز على ثلاثة قضب للنمو، واستفادة من موقعنا جيو استراتيجي والمصانع المينائية، وذلك لنتوجه إلى النظام الاقتصادي يربط بين الصناعات المنتجات والخدمات مع نظام تجاري في عملية التصدير. سيداتي سادتي، تنمو لدينا ميزة طبيعية ولدينا بنيات تحتية مينائية سواء الطرق واسطة الحديدية، ونعتمد على اقتصاد في لوجستي الذي سيعزز ممر لوجستي الطبيعي الذي يربط إفريقيا وشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. Afin de soutenir cette nouvelle économie, nous ne pouvons pas négliger le rôle déterminant d'un système financier moderne. ولدعم هذا الاقتصاد الجديد لا نستطيع أن استغناء عن دور المحدود للنظام المالي الحديث القادر ليس فقط على تمويل الصناعات اللوجستية، لكن أيضا للحصول على موقع مالي أول في منطقة، ومن خلال توفير الأمن وثقة للمستثمرين في هذا السدد سنقوم بوضع منطقة مالية خاصة في قلب منطقة الحرة الدولية في جيبوتي. وستؤدي هذه المنطقة المالية الخاصة إلى إثارة غير مسبقة لاقتصادنا وستغير حقيقة صورة بلادنا، وعلينا عمل جميعا من أجل هذا التغيير الشامل، لأن التاريخ والأجيال القادمة ستشهد على ذلك. وقبل الختام كلمتي، أود أن أتقدم بشكري إلى جميع شركائنا الذين ساقوا برؤية جيبوتي الجديدة ودعمهم لا محدود في مقدمتهم مجموعة مارشونديس الصينية ومجموعة إس بي ومينا إيدولين وأيضا بروفيسور جوستان إيفولين. أن أمنيتي أن يستفيد الجيبوتيون والجيبوتيات من جميع هذه الفرص والتي سيقدم لها اقتصادنا في المستقبل القريب. سيوفر هذا المشروع الذي هو 4800 هكتار مساحة لجميع المراحل في هذا المشروع العملاق التنموية والاقتصادية، ويعد ممرا للتبادل الثقافي والتجاري بين إفريقيا وآسيا والخليج العربي وأوروبا. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي مع زميل إدريس عمر. يتمتع القرن الإفريقي موارد بشرية وطبيعية هائلة، وناشب جزيرة شرق إفريقيا مليئة بالعديد من الثروات الطبيعية مثل النفط والمعادن النفيسة. أدت زيادة التجارة في إفريقيا حول العالم وذلك إلى زيادة فرص الاستثمارات في جيبوتي. وكان القرن الإفريقي دائما ملتقى طرق للتبادل الثقافي والتجاري خاصة بين إفريقيا وآسيا وشبه الجزيرة العربية وأوروبا. واشتدت التجارة مع الدول العربية في القرن السابع مع ظهور الإسلام،
وأن هذه الفرص تعتبر بداية نشأة المنطقة الحرة الجيبوتية في المستقبل، وذلك في بداية القرن العشرين. ويعد موقع جيبوتي أحد أكثر طرق الشحن ازدحاما في العالم، وأصبحت بوابة مهمة للعديد من الدول كإثيوبيا وغيرها من الأسواق الإقليمية الرئيسية. وبفضل البنية التحتية البحرية والجوية والسكك الحديدية الممتازة وإطار تنظيمي قوي وعملة مرتبطة بالدولار الأمريكي، يعتبر البلد موقعا ممتازا لأي نوع من الأنشطة التجارية. ومنذ وصول رئيس الجمهورية إلى سدة الحكم في البلاد في عام 1999، كان توسع المنطقة الحرة في جيبوتي وافتتاحها في عام 2004 بمثابة بداية نقطة تحول جديدة. وباعتبارها المركز الدولي للخدمات اللوجستية للسوق المشترك لشرق وجنوب افريقيا الكوميزا وشرق الاوسط والولايات المتحدة، فان المنطقة الحرة لجيبوتي هي الان في غاية الاهمية لتسيير التجارة ودعم النمو الاقتصادي لجيبوتي، ولكن ايضا لكل الدول شرق افريقيا. وكان الهدف من إنشاء المنطقة الحرة الجيبوتية التي تديرها هيئة سلطة الموانئ والمناطق الحرة جذب الشركات الصناعية والخدمات المالية وغيرها من الشركات. ومنذ تأسيسها عززت المنطقة الحرة الجيبوتية الشهيرة حركة المرور التجارية والبحرية، وتقوم سلطة الموانئ والمناطق الحرة بتوفير وخلق فرص عمل. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة بشكل مكثف لتعزيز القطاعات الهامة الأخرى مثل السياحة والتمويل لخلق المزيد من فرص العمل، وتسعى بتعزيز الاستثمارات في هذه المجالات في منطقة الحرة بكافنتروا. من المقرر أن يدشن فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي رسميا يوم غد الخميس منطقة التبادل الحر في جيبوتي، أي المنطقة الحرة الدولية في إفريقيا. وتقدر بناء هذه المنطقة الحرة الدولية بثلاثة مليار ونصف مليون دولار، وتمتد على مساحة 4800 هكتار. مزيدا من التفاصيل حول هذا الموضوع مع الزميلة حسنة عبدو يحيى. ستفتح جمهورية جيبوتي رسميا يوم الخميس 5 يوليو 2018 المنطقة الحرة الدولية، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لبناء هذه المنطقة الحرة 3.5 مليار دولار، وتقدر مساحتها ب 4800 هكتار. وستقوم المنطقة الحرة الدولية بتقديم خدمات في مختلف المجالات كالمجال الصناعي وتقديم الخدمات اللوجستية بما في ذلك النقل والتخزين والتوزيع والمعالجة والتصنيع والصناعة التجارية التي تشمل البضائع المعافاة من الجمارك، إضافة إلى أعمال معالجة المواد بشكل خفيف من حيث تقديم خدمات الهندسة والمشتريات والإنشاءات لمشاريع الصناعات والتحويل الغذائي. وستدعم هذه المنطقة أيضا الأنشطة التجارية والخدمات المالية وخدمات المعلومات والإقامة والمكاتب ومراكز التدريب. وستقوم جيبوتي بدور مهم في مجال الاستيراد والتصدير، وهي بوابة رئيسية على المستوى الدولي. وستكون هذه المنطقة الحرة الدولية الجديدة واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في إفريقيا، حيث ستتيح للمستثمرين الأجانب الفرصة للاستفادة من القانون الخاص لجذب الشركات المحلية والأجنبية في جميع أنحاء العالم. ولهذا ستوسع جيبوتي هذه المنطقة، حيث ستكون المرحلة الثانية موطنا للصناعات المختلفة مثل صناعة تجميع السيارات أو الصناعات الكهربائية. وتسعى جمهورية جيبوتي من خلال افتتاح هذه المنطقة الحرة الدولية إلى مواكبة الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الاقتصادية بهدف تطوير اقتصاد البلاد. وقبل أن نختتم هذه النشرة سيدتي وسادتي، ستفتح يوم غد الخميس في جيبوتي منتدى الصيني الافريقي الذي يضم الى جانب فخامة رئيس الجمهورية العديد من الرؤساء المنطقة، وسنتحدث عن هذا الحدث الهام يوم غد الخميس. والان اليك الكلمة حواء. شكرا لك مجدي المقبلي على هذه النشرة، حيث سنواصل ما تبقى من هذه النشرة. رست صباح اليوم في مدينة تجراء أول سفينة تجارية، وهذه السفينة تعتبر سفينة تجارية. المزيد ستنضم معنا الزميلة حسنة عبدو يحيى لتعطينا تفاصيل حول هذه السفينة التي رست في ميناء تجراء.
أهلا بك حسنا. أهلا بك حوا، شكرا جزيلا. أولا ثم أهلا بكم مشاهدينا الكرام. كما أشارت الزميلة حوا، رست في مدينة تجرة صباح اليوم أول سفينة تجارية، والتي بدأت أنشطتها التجارية صباح اليوم بعد حفل استقبال لهذه السفينة التجارية، وذلك بحضور سلطات منطقة تجرة ومسؤولين من وزارة النقل. ويعتبر رأس السفينة حدثا هاما لإطلاق الأنشطة التجارية في ميناء تجرة، وحدثا آخر من أحداث البارزة في مسيرة إنجازات ميناء تجرة وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في هذه المدينة. كما تمثل هذه السفينة بداية للنشاط التجاري إلى هذه المدينة، وستعمل على تلبية متطلبات الأسواق في المنطقة. أيضا في هذه النشرة استقبل رئيس مجلس النواب وفد من البنك الإفريقي برئاسة نائب رئيس البنك. نعم حوا، واستقبل رئيس مجلس النواب الجيبوتي السيد محمد علي حمد اليوم في مكتبه وفدا من البنك الإفريقي برئاسة نائب رئيس البنك السيد فريد بوري. وجرى خلال هذا اللقاء بحث العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما فيما يتعلق بموضوع البنك الإفريقي. وقدم السيد فريد شكره لرئيس مجلس النواب على التسهيلات التي يحصل عليها بنك إفريقيا فرع جيبوتي من قبل السلطات المعنية. وجرى اللقاء بحضور المدير المالي ومدير مكتب رئيس مجلس النواب. كما في هذه النشرة أيضا استقبل وزير الاستثمار السيد علي جيلي أبو بكر صباح اليوم وفدا هاما من أرض الصومال يقوده وزير الاستثمار السيد محمد أحمد. نعم حوان، نبقى في موضوع الاستقبال. كما أشرت استقبل وزير الاستثمار السيد علي من أرض الصومال، وشارك في هذا اللقاء من الجانب الجيبوتي الأمين العام لوزارة الاستثمار السيد عبد علمي، والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات السيد مهدي درار. وبحث الوزيران خلال لقاء آفاق التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالمجال التجاري والاقتصاد وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين، بين أرض الصومال وجيبوتي. إليك الكلمة حول. شكرا لك حسنة. وضمن هذه النشرة المحلية لهذا المساء، في إطار مكافحة التهريب في مختلف أشكاله، تابع عناصر الدرك الوطني تحقيقا سمح لهم الحصول على معلومات أدت إلى اكتشاف مخزن تابع لأحد التجار وبداخله كمية كبيرة من السجائر المهربة. وحصلت عناصر الدرك الوطني على هذه السجائر عقب تحقيقات دقيقة قامت بها، وقامت بيوم مساء الثلاثاء، حيث أطلقت عملية واسعة للتحقيقات. وجرت هذه العملية بحث في المستودع الواقع في الحي المعروف في حديقة الماشي، وأدى هذا العمل إلى اكتشاف 26 كرتون من السجائر من نوع بنسن وغيرها من المواد التي تم تخزينها في هذا المخزن بطريقة غير شرعية. هذا وتم اعتقال شخصين متورطين في قضية التهريب، حيث سيتم تقديمهما أمام العدالة. هذا وتقوم عناصر الدرك الوطني بالعمل بالأنشطة إيقاف هذه الأنشطة الغير الشرعية ليلا ونهارا بدون كلل. أما الآن مشاهدينا ننتقل إلى النشرة الدولية، وينضم معنا في الاستوديو الزميل إدريس عمر. أهلا بك إدريس. أهلا بك حواء. نبدأ في قوات النظام السوري تتقدم جنوبا واستمرار المفاوضات في سوريا. نعم كما أشرت، تبلغ الفصائل المعارضة الأربعاء المفاوضين الروس ردها النهائي على اقتراح لوقف المعارك في جنوب سوريا يتضمن عودة قوات النظام إلى المنطقة، وفق ما أفاد
معارضان مطلعان على مسار المفاوضات لوكالة فرنسا. وعقد الطرفان اجتماعا مطولا الثلاثاء طلب خلاله المفاوضون الروس من خلال وفد الفصائل العودة الأربعاء مع رد نهائي بشأن اقتراح لوقف المعارك المستمرة في جنوب سوريا منذ أكثر من أسبوعين. هذا ما أبرز لدينا مساء اليوم. شكرا إدريس، ومشاهدينا نترككم في رعاية الله وإلى اللقاء.